بما فيها كلنا، نحن كل البلد. أنا فاكر اللقاء اللي أنا عملته معاكم هنا قبل 30/6، فاكرينه؟ وطلعت من هذا اللقاء وأنا متأكد إن كنتوا كلكم هتبقوا داعمين لـ 30/6، لكن أنا ما صرحتش في هذا اليوم بهذا، ولكن أنتوا كلكم حسيتوا كده. وأعتقد إن كان تعليمات واضحة اللي كان بيفكر، ولو ثانية كان لازم يفهم أنا كنت أقصد كده ولا. إذا حسني مبارك أخذ براءة، هناك بعض التيار المدني ممكن يعني يبقى ليه رد فعل، فيقوم ينضم ليه، يقوم يعمل الثورة الثالثة اللي هو بيدعي إن هو قادر إن هو يعملها. هو ما يعرفش إن ما يعني إن ما كانش أقوى مؤسستين في الدولة هتبقى مع الثورة، مش كده؟ يعني لما يجي 25/1 كانت الهجوم علينا، ولكن كان القوات المسلحة برضك داعمة لل في 30/6. احنا والقوات المسلحة كنا داعمين ل 30/6. لما هيجي هو يعمل ثورة تانية هيعمل ايه؟ يعني هنبقى احنا داعمين دي، مش كده ولا؟ ما تردوا. أرجو يبقى في حسم في المواجهة، أرجو إن ما تدلوش فرصة للتجمع أصلا، ما تدلوش فرصة للتجمع، حتى لو وصل إن أنا هتعامل معقد الجامع، ده يعني دي مسألة فيها أمن وطني، يعني وهو لسه طالع من الجامع مش هديله فرصة إن هو يلم 100 ولا 200، لازم أتعامل معاه وأفضه، وأظبط اللي أظبطه وأجري اللي أجريه. ما تستناش انه يبقوا ال 100 دول بقوا 1000 و2000 و3000، ولا ان انا نفسي مش قادر ان انا اواجه الكلام. لا، بمجرد ما يتجمع، بمجرد ما يتم فضه تماما. في حاجه زعزعه النبي، انت شفت الصوره بتاعت الشناوي في اللي كان ماسك بشر؟ طب ينفع احنا نطلع صوره دي؟ مش ده يا الشناوي؟ طب يا جماعه ليه؟ انا طبعا انا متذكر مني. طب لما الكلام ده طلع ما قلتوش ليه الاعلام والعلاقات تكذب الكلام ده؟ طيب انا عايز منكم حاجه، لما نبقى في مأموريات زي كده جايبين قيادات وعيال تقيله، يبقى غطي وش، ماشي؟ يبقى غطي وشك. ها؟ ما مشكلة احنا عندنا يعني حاجة تخلف يعني. فخلي بالك من انت يعني وانت متواجد، اذا كنت ملتحق مع العنصر المظبوط، حاول ان انت يبقى وشك متغطي. ما تظهرش بالصورة الواضحة ديت. تمام؟ هو مش عشان حاجة. أنا بس على أساس إن أنت ما تترصدش وتبقى هدف. الشناوي؟ طب أقول لك أنت، هو فين اللي بيقول أنا أخوه؟ هي نفس صورته ولا؟